شاهد أحمد الطنطاوي يهز مصر بأكملها في بيان عاجل جدا. شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن بشكل رسمي ترشحه للرئاسة. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس. مساكم بالخير، عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. شاهد أحمد الطنطاوي يهز مصر بأكملها في بيان عاجل جداً. انهالت مجموعة من الأشخاص المؤيدين لحملة الصحفي أحمد الطنطاوي المرشح المحتمل بانتخابات الرئاسة 2024. وقال أحد مؤيدي أحمد الطنطاوي في منشور فضح كذب وادعاء أحمد الطنطاوي وأتباعه بتعرضهم للظلم ومواجهة عقبات في تحرير التوكيلات، حيث قال المواطن عملنا التوكيل في السويس وناس آخر احترام وفي حرية من تريد. شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن بشكل رسمي ترشحه للرئاسة. اعترض عدد من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب السابق والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي خلال جولته بمحافظة الشرقية، وحاول عدد منهم اعتراضه في طريقه لدخول مكتب الشهر العقاري في مدينة الزقازيق مهددين إياه بحدوث مشاكل. ودعت الحركة المدنية كل المنتمين لها إلى حشد طاقاتهم من أجل تشجيع المواطنات والمواطنين على تحرير التوكيلات لكل المرشحين المنتمين لأحزاب الحركة المدنية والتأكيد على حقهم في القيام بذلك دون معوقات وانتهاكات تلقي بشكوك كبيرة حول مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة. عاجل نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المصرية باكتساح شديد. أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذتها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة تتفق مع أحكام الدستور والقوانين والمعايير الدولية في هذا الشأن، وأن عملية تنفيذها تتم بشكل منضبط ويتسق مع ما حددته الهيئة، مشددة على أنها لن تقبل أن يتم التشكيك في عملها أو الزج بها في ادعاءات كاذبة. تمت رسميا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لمدة 6 سنوات قادمة. شروط كثيرة يتطلبها الترشح لخوض انتخابات الرئاسة في مصر المقررة نهاية العام الجاري، لكن هناك شرطا إجرائيا يبدو عقبة رئيسية حتى الآن أمام مرشحين محتملين بارزين. لن تمثل تلك العتبة صعوبة أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يدعمه نواب حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن وآخرون، أو حتى لمرشح حزب الوفد عبد السند يمامة الذي لديه 26 نائبا وفديا في مجلس النواب، لكن ربما تبدو صعبة أو مستحيلة لآخرين. وأبدى 7 سياسيين مصريين على الأقل رغبتهم في الترشح حتى الآن. شاهد أول تصريح من أحمد طنطاوي بعد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات. قال رئيس الحزب الكاتب الصحفي مدحت الزاهد خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 إن اللجنة صوتت بالإجماع على دعم الطنطاوي توجيه أعضاء الحزب لتحرير توكيلات الله مع فتح مقر الحزب في محافظات الجمهورية لاستقبال أنشطة الحملة وفعالياتها طوال فترة الدعاية الانتخابية. وقال طنطاوي في كلمة مصورة جرى بثها عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن حملته لديها أكثر من 23,000 متطوع، وعدد المنتسبين لها دون استمارة تطوع ضعف هذا الرقم. لم تجوع سوى توكيلين فقط خلال يومين عمل، لافتا إلى أنه جرى منع مؤيدي من تحرير توكيلات لصالحه
وتعرض بعضهم للاعتداء في مكاتب الشهر العقاري. بالفيديو الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلق على تواجد أحمد طنطاوي في الترشح ضده. شهدت الساعات الماضية عن أول تحرك برلماني بشأن إجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن الدكتور فريد البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن التقدم بأول سؤال برلماني موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير العدل. وأوضح النائب في سؤاله أن مصر بدأت منذ أيام استحقاقا دستوريا هاما وهو بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية. ومنذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب تحرير التوكيلات من قبل المواطنين لمرشحيهم لمنصب رئيس الجمهورية، وبينت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث تنص المادة 42 على أن تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وابنين للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. عاجل نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة الجمهورية، تنطلق أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول الثلاثاء القادم، تلبية لدعوة وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة 11 صباحا يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 ميلادية. يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء الأمانة العامة لمجلس الشيوخ من الاستعدادات اللازمة لاستقبال أعضائه يوم الثلاثاء المقبل، مع انطلاق دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للشيوخ، وذلك للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024. عاجل نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. من سيفوز في انتخابات الرئاسة؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.